جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط، وباعثها المستمع سعد عبد الوهاب، يقول: عند خسوف القمر كان الخسوف موافقا لصلاة الفجر، وقد صلينا صلاة الفجر، وقام أحد المصلين وذكر للإمام وللمصلين بأن هناك خسوفا للقمر، فقال الإمام: إننا لا نستطيع الصلاة في وقت النهي، فما رأي الشرع في ذلك؟ وماذا يجب أن يفعله المسلمون في مثل هذه الحالة لو تكررت؟ جزاكم الله خيرا. إذا انكسف القمر بعد طلوع الفجر فالأولى ألا يصلى صلاة الكسوف لأمرين. الأمر الأول أنه قد دخل وقت النهي، وكثير من العلماء لا يجيزون صلاة النافلة في وقت النهي. والأمر الثاني أن سلطان القمر في الليل وقد انتهى بطلوع الفجر، انتهى بطلوع الفجر وظهور الإسفار، فلا يصلى من أجل الكسوف في هذا الوقت. والأمر الثالث أن صلاة الكسوف في هذا الوقت ستضايق صلاة الفجر، إما أن تصلى قبلها وتؤخر صلاة الفجر عن أول وقتها، وإما أن تقدم صلاة الفجر وتؤخر صلاة الكسوف يضيق الوقت عن صلاة الكسوف، وقد تطلع الشمس وهم لم ينهوا صلاة الكسوف. والأمر ولله الحمد واسع، ليست صلاة الكسوف واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، وما دام سيحصل فيها هذه الأمور فتركها في هذا الوقت يعني بعد طلوع الفجر أولى وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح، بعض الأئمة حينما حدثت هذه الحادثة استمر في صلاة الخسوف من بعد صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس، وطلعت الشمس وبعض الأئمة لا زال يصلي صلاة الخسوف، هل من توجيه يحفظكم الله؟ بل بلغنا ما هو أشد من ذلك، وهو أن بعضهم بدأ بصلاة الكسوف واستمر فيها إلى أن ارتفعت الشمس وهو لم يصلي الفجر، وهذا كله من الجهل. إن كان ولا بد سيصلون الكسوف في هذا الوقت فعليهم أن يخففوها، أن يبدأوا بها قبل الفجر ويخففوها حتى يتمكنوا من صلاة الفجر في وقتها، ولكن أنا أرى أنها لا تصلى في هذا الوقت كما ذكرت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يلاحظ على كثير من الأئمة وقوعهم في أخطاء مثل هذا الخطأ شيخ صالح، هل من توجيه، هل من كلمة للمسؤولين عن الأئمة، للأئمة أنفسهم كيما يتفقهوا في الدين حتى لا يكونوا محلا للملاحظة؟ الواجب على الجهة المسؤولة عن تنصيب الأئمة أن لا تنصب إلا من تتوفر فيه شروط الإمامة، ومن ذلك الفقه في أمور الصلاة، بحيث إذا عرضت له مشكلة يحسن التخلص منها. يجب على الجهة المسؤولة أن لا تعين في الإمامة إلا من يعرف فقه صلاته بعد إجادته لتلاوة القرآن. والواجب على الأئمة أن يتفقهوا في أمور صلاتهم، أن يسألوا، أن يقرأوا على أهل العلم، أن يطالعوا الكتب، بحيث يكونون على بصيرة من أمور صلاتهم وأحكامها. فإذا لم يفعلوا ولم تهتم الجهة المسؤولة باختيار الأئمة حصل هذا الخطأ وهذا الإرباك. إضافة إلى أن بعض الشباب هداهم الله بحكم حداثة أسنانهم يتسرعون في بعض الأمور، وقد يدعي كثير منهم أنه عالم أو أنه طالب علم أو أنه يفهم، يتسرع في أمور يقع فيها في أخطاء عظيمة ويوقع غيره من جماعة المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يدعو الشيخ صالح إلى إيجاد دورات لأئمة المساجد كيما يتفقهوا في مثل هذه المسائل التي تعرض وحينئذ يحدث شيء من البلبلة كما تفضلتم؟ هذا شيء واجب وهو موجود ولله الحمد. الآن تعقد دورات في المناطق، ولكن نريد أن تكثف هذه الدورات وأن يلقى فيها دروس مفيدة في الفقه، في أحكام الصلاة، لأجل أن يتبصروا ويتجنبوا هذه الأخطاء. نعم. الذين جعلوا صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر من ذوات الأسباب، ماذا يقول الشيخ صالح؟ هل قول لبعض أهل العلم أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، سواء بعد الفجر أو في بعد العصر أو غير ذلك من أوقات النهي؟ نعم. ولكن كما ذكرت حتى على هذا القول ما دام سيحصل مضايقة مع صلاة الفجر، نعم، ويحصل هذا الخلل، الأولى أن يتقنوا صلاة الفجر ويؤدوها في وقتها ولا يصلوا الكسوف، لأنه سيترتب عليه إخلال بصلاة الفجر. نعم.